الفن. ليه عندك امل بكره جاي نسلي فن. حاول في الحياه تقدر تشوف اجمل حاجه. قوي قلبك خلي حلمك يبقى حقيقه. مش مستحيل انت قادر تثبت انك لسه الامل جواك كبير. فاكر زمان لما كنا صغيرين كنا بين طول النجوم. فاكر كمان ناس بتتعب في السنين حلمها مش مستحيل انت قادر تثبت انك لسه الامل جواك كبير. لسه الامل خليه عندك امل بكره جاي نسلي فيه. حاول في الحياه لتنور حلمك بالسكر. خليه عندك امل خلي عندك امل. مشاهدينا مشرفنا النهارده في الاستوديو يعني صانعين اغنيه خلي عندك امل، تفاؤل وطاقه ايجابيه كلنا محتاجينها في وسط الحاجات اللي بتحصل في البلد اليومين دول. مشرفنا في الاستوديو المذيعه والفنانه المطربه زهره رامي. صباح الخير يا زهره. مشرفنا طبعا المطرب والفنان زين داوود. صباح الخير. صباح. كل سنه وانتم طيبين الاول بمناسبه عيد تحرير سينا، واغنيه جميله جدا وطاقه ايجابيه. الصبح احنا عارفين الاغنيه طالعه بقالها كذا يوم بس لسه مش عارفين ايه سبب التفكير في اغنيه خلي عندك امل. طيب كل سنه وكل المصريين بخير. طيب بالاول وخلي عندك امل، يعني عايزين طاقه تفاؤل. الشعب المصري بقاله فتره كبيره جدا في احباط غير طبيعي. ثوره بقى او مش ثوره، يعني سواء ثوار او غير ثوار، هو في حاله احباط غير طبيعيه وفي احداث كتيره قوي بتحصل. فقلنا يعني نبث الامل شويه في نفوس الناس ونعمل اي حاجه ايجابيه وتبقى تشيرفل كده. يعني الحقيقه هو زين، هو معانا وائل منصور بس عشان نقول يعني احنا معانا في الاغنيه العضو الثالث في الاغنيه. عضو الثالث وائل منصور برده زميل اذاعي معايا وهو مغني معانا، لكن هي الفكره كلها كانت فكره زين. هو كان عنده الاغنيه وكلمنا بقى وقال لنا ايه رايكم نخلي عندنا شويه امل. طب زين الفكره ابتدت منين؟ هي الفكره هي الغنوه وكلام ملحن محمد صلاح. ملحن، احنا شغالين مع بعض في الالبوم وعاملين حاجات كتير، فهو يعني هو صاحب الفكره ان احنا نعمل حاجه في الوقت ده. تمام. بس الفكره في المزيكا ان يبقى كذا ديو، يعني كذا حد اللي بيغني. انا اللي قلت له انا مش عايز اغني غنى لوحدي. وبعدين في حاجه يعني
زهرة بتبتدي برنامجها الصبح، فممكن مثلا الصبح الناس رايحة شغلها تلاقي الدنيا زحمة، مفيش بنزين، مش عارف ايه، وزهرة غصب عنها لازم تخلي الناس مودها حلو الصبح. فهي يعني هي بتغني لنا الصبح. هي وظيفتها الصبح انها تخلي الناس، يعني هي بتمر بالناس بتمر بيه، بس هي وظيفتها انها توصل المسج دي للناس، ده ديلي بشكل ديلي. ونفس الموضوع بالنسبة لوائل، فلقيت ان يعني لا وين بياخدهم وهم مروحين. ده بيبقى اصعب شويه عشان الدنيا بتبقى زحمه، بيبقى مر باليوم كله فاهم. بس فالمسج دي موجوده عند زهره وعند وائل، ووائل بيغني غنى مختلف عني، وزهره هتبقى هي صوتها باين في مكان معين في الاغنيه، وهي يعني هتدي الصوت برايتنس في الحته اللامعه في الاغنيه. غير انا وائل يعني فاهم، احنا الاثنين صوتنا رجالي وطبقات الاغنيه في مكان معين، فيبقى هي طبقاتها مريحه جدا في الحته دي. طب وانت بقى بتفكر ان انت هتعمل الاغنيه دي وهتعملها مع اكتر من فنان، اكتر من مغني، زهره ووائل هما معروفين بيغنوا، ساعات بيغنوا في الراديو، ولكن معروفين اكتر ان هما مذيعين، ناس شغاله في مجال الميديا. ليه توجهت لزهره ووائل؟ هو انا وزهره يعني اصحاب شويه قبل ما اكلمها في فانت الموضوع. على درايه بموهبه الفنيه. يعني فكنت انا عارف يعني زهره بتغني في بند ايام الحلوه، ويعني ليها تاريخ من الحفلات كبير جدا. وائل منصور برضو يعني مطرب. يعني انا لما قابلت وائل اول مره في الراديو تقابلنا صدفه، قلت له انا بحب غنوتك، فين انت فين بقى؟ ويعني فوائل المطرب شاطر جدا، وهو كمان زي ما قلت لك المسج هي عندهم في حته الامل، هم كل يوم بيبثوا الحته دي عند الناس. طيب زهره، انا بسمعك طبعا، الناس ملايين الناس بتسمع 8-8-2 الصبح وهم رايحين الشغل بيسمعوكي، بتعملوا فقره كاريوكي كده، الناس تتصل وتغنوا معاهم وانت بتساهمي في هذه الفقره، ولكن بقى تخشي ان انت تعملي اغنيه بشكل احترافي، الاغنيه محطوطه على يوتيوب وبتتذاع في كذا مكان، ده ما كانش مصدر قلق ليكك منها تجربه جديده؟ بص، لا طبعا كان مصدر قلق لفكره انه انا زي ما زين قال، انا اوريدي بغني في باند اسمه ايامنا الحلوه، واحنا يعني 18 مطرب ومطربه في الباند، وفي طلع مننا ما شاء الله نجوم، يعني شريف اسماعيل طلع صوت الحياه، وكان في خلف وريم ورامي رفعت من صوت الحياه برده، يعني الباند كله اشتهر فجاه وبقى يغني بروفيشنالي. انا طول الوقت بقول انا مذيعه، يعني من الجامعه بغني وبمثل وحاجات وكده، بس مجرد اكتيفيتيز بالنسبه لي. وكل الناس تقولي انت لازم تغني ولازم تمثلي، واقول لهم لا لا، انا مذيعه وحابه مهنه الاذاعه جدا، ومش في النهاية خالص ان انا احترف الغنى، حتى ايفن بعد الاغنية دي عشان نبقى واضحين. مش هتحترف؟ لا مش هحترف الغنى، بس هي الفكرة انه الاغنية عجبتني جدا، وهي مسج اكتر منها ان انا طالعة كمطربة وعايزة ابين ان انا بغني وكده. حتى مش يعني مفيش حد فينا بيغني عنده مساحة كبيرة يبين فيها ان هو مطرب جامد، لكن هي المسج نفسها كنت عايزة اوصلها، ويعني يا رب تكون وصلت. طب انت بيجيلك بقى الصبح وانت بتشتغلي كمذيعة رسائل ومشاركات وعلى صفحة الفيسبوك، وناس واقفة في السكة، وناس مش عارفة توصل شغلها، وناس متأخرة على شغلها، حد فاته الاجتماع، و و و كل ده، وانت المفروض ان انت تديهم امل وتفاؤل، وكمان تمشي خطوه زياده وتعملهم اغنيه خلي عندك امل. بالظبط. انت وانت مراقبه الشعب ومراقبه الناس كده من خلال مسجاتهم وتفاعلهم معاكي، شايفه قد ايه الامل ناقصهم؟ شايفه هم عندهم احباط قد ايه؟ بص، يعني زي ما انت قلت، انا برنامجي بيبتدي الصبح جدا من 7-10، فيعني اللي لسه نازل حالا هيسمع لغايه ما يوصل شغله، وبعدين هستلم اللي بعده اللي لسه نازل لغايه ما يوصلوا شغلهم، بيبقوا لسه نايمين ولسه كده، وبالذات لما بيبقى في احداث بتحصل بالليل، فالناس بتبقى قايمه مضطربه جدا. انا هدفي الاول والاخير ان انا اتشير اب الناس دي، ان انا ابسطهم، ان انا اخليهم يعني احسسهم ان في تمام، الحاله لطيفه والدنيا فيها امل وكده. بصراحة هي مجهود في الفترة الأخيرة، لأن الناس فعلا عندها إحباط، يعني باختلاف آرائهم هم عندهم إحباط، فبحاول يعني يعني محاولات كويسة. كلمة بسيطة. إحباط دي كلمة بسيطة. طب إيه الكلمة الصح؟ يأس. كنت لسه أقول يأس. ندم. لا، احنا عاملين أغنية خلي عندك أمل. بص لك حاجة، بص أنا فكرة الغنوة والله بجد، اللي هو مثلا ايه، انا النهارده سافرت من الشغل، مش مشكله، خلي عندك امل، اديك اشتغلت وخدت مثلا في السي في بتاعك اشتغلت في المكان ده، ويمكن تلاقي شغل احسن. بالظبط فاهم، ويمكن تلاقي شغل احسن. نفس الموضوع انا يعني خدته في حياتي، مثلا عملت اغنيه فم الغابه، وبعد كده ربنا اراد ان انا يعني كان في كونتراكت عدني سنتين، عملت اغنيه بحب بلادي وكان ليها نجاح عند الناس، بعد كده كذا ستيب ورا بعض، فخلي عندك امل، اللي جاي احسن. يعني انا شايف ان انا لو كنت نزلت في الاول بالبومي مثلا، يعني زين داود دلوقتي يعني كميوزيشن بروفيشنال اكتر، فانت اتخانقت بقى في البيت، كل حاجه ليها، بص على الجانب الحلو منها،
وضع البلد اللي احنا فيه. بص على الجانب الحلو منه، ادينا عرفنا مين اللي معانا ومين اللي علينا، كل حاجه ممكن نطلع منها بال. طب انا عاجبني الجانب الايجابي ده، وعاجبني ان هو رغم ان احنا بنتكلم على ان النشاطات الفنيه في مصر بتواجه صعوبه شويه، لكن انت مصمم وعندك امل وحاطط املك ده في البوم جديد وبتحضر للالبوم. وانا عارف ان في بعض الاغاني اللي انت خلصتها خلاص في الالبوم، فانا يعني طبعا ان انت تسمعنا واحده فيهم. اوكي، تحب نسمع حاجه من الالبوم او حاجه نزلت على الراديو؟ بحب بلادي عشان النهارده عيد تحرير سينا. خلاص يبقى انا بحب بلادي. كان زمان انا عندي حلم، انا لما اكبر اني ارفع رايه بلدي واقول الله اكبر. كنت حاسس اني هوصل، اني هقدر، رغم ان الحلم ده كان عني بعيد. بحب بلادي، بموت في بلادي، وافديها بدم بعمري لو بولادي. بحب بلادي، بموت في بلادي، وافديها بدم بعمري برضه انا راضي. الله، هي أغنية مناسبة جدا للمناسبة اللي احنا فيها. وانا يعني عايز اخدكم شوية في سكة الأغاني الوطنية، رغم ان احنا في الوقت ده عندنا أغاني وطنية محترمة جدا وكويسة جدا وبتعبر عن الجيل اللي ساهم في الثورة، ولكن في بعض المناسبات الوطنية اللي احنا مش حاسينها شوية. ويمكن مناسبة زي مناسبة النهاردة عيد تحرير سينا، انا بلاقي ان انا انتمي الى مجموعة من الشباب اللي هم مش واخدين بالهم يعني ايه تحرير سينا شويه. عايزه اقول لك كارثه. النهارده الصبح كان في مسجز بتتبعت لي، والنهارده اجازه ليه؟ الربيع لسه الربيع شويه. دي مش اجازه شم النسيم، الناس افتكرت انه شم النسيم. فعملت حلقه عن انه في النهارده كان عيد تحرير سينا وايه اللي حصل وايه اللي تم وكده. وهي حاجه بصراحه لازم نفخر بيها، بغض النظر يعني احنا ما بنتكلمش بقى نظام سابق نظام حالي، هي حاجه لازم نفخر بيها طبعا. ان احنا سينا رجعت لنا بسلام ومن غير حروب. يعني اعتقد ان مفيش حد هيختلف على الموضوع ده تماما يعني، بعد تضحيات كبيره، ولكن يعني احنا عايزين نخلينا في الـ في الـ في الـ في المزاج العام. في وقت من الاوقات نجحنا، عندك امل في وقت من الاوقات نجحنا بالظبط، فاهم؟ في وقت من الاوقات نجحنا وكانت كل الصعوبات حوالينا صعب جدا ان احنا ننجح في الوقت ده، ونجحنا وفاهم وجبنا البلد تاني، جبنا ارضنا. طب انا عارف ان انتوا عندكم اغنيه لينا مناسبه على زي الشمس. طب نغنيها. نغنيها ونختم بيها. وفي الاخر احب بس اشكركم زهره رامي زميلتنا المذيعه والمطربه، زين داوود، كل التوفيق ليك في الالبوم الجديد، وسمعونا بقى الاغنيه اللي هنغنيها. هي مش اوريجينال، هي كفر يعني، بس قلنا نغني طلعت يا ما احلى نورها. يلا بينا. يلا. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس، يلا بنا نملاها ونحلب لبن الجاموس. قاعد عالسجية يا خلي اسمر وحليوي، عوج الطاجي وجلي غني لغنيوي. طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي، يلا بنا نملاها ونحلب لبن الجاموسي، لبن الجاموسي. هذا